يلا بابا يلا بابا يلا يلا حبيبي يلا يلا. يا سلام يلا شطورة. يلا بابا كمان مرة كمان واحدة يلا يلا. يا سلام الشطورين. والله يا بنتي عم تحرقي لي قلبي، والله تحرقي لي قلبي من جوا. مشان هيك قررت اشتغل مع هالوسخين شو ما كانت النتيجة. كله يهون بس اني امن مصاريف علاجك يا ريت. يلا بابا يلا بابا يلا. شطورة. هاي حصتك؟ اي والله يسلمون الله يكتر منهم نعمة. هذا هاي حصتك سوك؟ ايش هي حصتك؟ هدول حصتي؟ ايه بس هدول؟ ما عجبك يعني؟ طبعا عجبني، حطيته خير الله ولسه واقي معه خير الله. حبيبي انت لسه هدول؟ حبيبي انت لساتك جديد، شوي شوي بتاخذ مثلك يا اخي. فيها جديد وقديم؟ صاري بسعركم يعني كلياتنا طلعنا كلياتنا خاطرنا بحياتنا كلياتنا ممكن نتعرض لنقتل او تمسكنا الشرطه ونشرف سنين بالسجن. ايش عم تقول لي انت جديد وقديم؟ حبيبي عم بقول لك لساتك جديد، يعني لساتك جديد يا اخي. لسه لسه بقول لي جديد، ايش جديد؟ والله لو بعرف بدك تعطيني هيك ما اشتغلت، ما خطرت بحياتي. حدا جبرك تشتغل؟ يا اخي طبعا جبرني، وانت بتعرف انا ليش انا مجبور اشتغل هالشغله، انت بتعرف انه انا اشتغلت هالشغله وصرت اخاطر بحياتي وبسمعتي مشان اعالج بنتي العاجزه المريضه. هي اللي بتعمل لا تمسخر على بنتي، لا تمسخر، لا تمسخر على بنتي. يا بلك جاو 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 تركو جاو، انت بتمسخر على بنتي؟ لا بتمسخر عليك وعلى بنتك اذا بدك. انت بتمسخر على بنتي؟ والله بقتلك، والله بقتلك، بقتلك. خذي لك ليش دلدو، ليش دلدو؟ خلاص ولك كل واحد بده ياكل هوا مصيره مثله. تانتم يا وينك؟ شيلوا حطوا على البلكون والمسا يبقى كبوب حاويه الزباله. وينك؟ حط لي كيس على وجهه يبقى، ما بدي اشوف خلطه ابدا. تعرف شغلة معلم؟ اشي انت عملت غلط كبير لما قتلته، ما كان لازم تقتله. ليش بقى؟ لانه اول شيء الزلمة جديد بمهنتنا، وتاني شيء اسمه نظيف عند الشرطة، وهذا النحل اللي شيء بدنا اياه اصلا. مالك شايفه يعني؟ لساته جديد عندنا وعم تكبر علينا، هيك بده وهيك بده. كل شيء واحد هيك بده يتحاون مثله بدي يقتله. ما بعرف شو اقول لك. مش الحال معلم. دفنتو؟ دفننا.
يا زلمة شفت البنت اللي ونحن داخلين على البناية كانت طالعة على الدرج؟ شفت ما أحلاها؟ شفتها لكن ما شفتها بتاخذ العقل. ايه والله الله يطعمني وحدة مثلها. وانا كمان بس انت؟ امين. يلا دوم اخذ سلوتش يعني اليوم عنا سهرة طويلة. ماشي ايه والله عن جد فعلا عنا اليوم سهرة طويلة. ايش هالفيلم البايخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص عم بقلك هلا بجي. لا تلعي كتير خلص. بابا 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 اختي المرحلة ما صعبة. لك انت مو قتلتك ودفنوك؟ لك يا كلب يا كلب عم تكذبوا علي؟ لك يا كلب يعني ما متت بالسكينة؟ رح اقتلك مسدس وقذفتك بايدي. سامحيني يا بي سامحيني تركتك بدون أم وبدون أب. أنا السبب أنا السبب. بس والله أنا عملت كل هذا كرمالك والله كرمالك حتى أمن مصاريف علاجك. يا رب ما بقي لك غير رحمة الله. الله هو بيتولى أمرك. ما راح ينساك يا بنتي ما راح ينساك ما راح ينساك. إذا ذوقكم الفيديو حطوا لايك.